مفيش حاجه اسمها فقاعه عقاريه في مصر يعني. اشرح بالراحه ايه هي الفقاعه العقاريه. فقاعه من اسمها هي فقاعه، حاجه بتزيد تزيد تزيد وبعد كده فجاه بتنفجر، ودي معناها ان لازم يكون الكلام ده نتيجه زياده حصلت مش منطقيه. هل في اي زياده حصلت في اسعار العقارات في مصر مش منطقيه؟ بالتاكيد انا وجهه نظري الشخصيه لا، ما عندناش معروض مش بيتباع. اللي بيجي للوحدات السكنيه المطورين العقاريين اللي 10% اللي بنعمله هو لسه على ورق ما اتبناش. مفيش مطور في السوق النهارده بيبني وحده او بيبني مرحله الا لو كانت مباعه مسبقه. الحاجات مهمه جدا ان جميع التكلفه النهارده النفخه بتاعه الاسعار الموجوده بتعكس تكلفه حقيقيه موجوده في السوق. في مشاكل في القطاع زي قطاعات كتيره، لكن حتى الان القطاع قادر يتعامل معها بقدر من التحمل. انا بلد جاذبه للاستثمار وبتيجي دول كتير تستثمر عندنا هنا. العقار فيها بيحوز بنسبه كبيره من الاقتصاد المصري، يعني احنا عندنا العقارات نسبتها حوالي تقريبا 20% تتفوق ال 20% كمان من اجمالي الناتج المحلي. عندنا كمان عدد الزياده السكانيه ده بيخلي في اقبال على العقارات، غير طبعا الناس اللي بتيجي من بره عشان تستثمر في العقار في مصر. الناس بتقول هيحصل في قاعه عقاريه زي اللي حصلت في امريكا سنه 2008. قاعه العقاريه اللي حصلت في امريكا في 2008 هو انخفاض في اسعار العقارات نتيجه تعثر عدد كبير من المستثمرين اللي كانوا واخدين تمويل عقاري على الوحدات العقاريه بتاعتهم، ونظرا لظروف الكساد اللي كانت موجوده في الوقت ده اضطروا يتخلصوا من هذا الدين وسلموا الوحدات لجهات التمويل. الكلام ده مش وارد حدوثه في مصر خالص بالصوره دي. ليه؟ لان احنا عندنا نسبه تمويل عقاري لحجم المبيعات العقاريه سنويا لا تزيد عن 2%. فكره الفقاعه العقاريه مصر بتحتاج فعلا مليون وحده سنويا. الفقاعه العقاريه بتتقال وفقا للمبيعات اللي بتحصل للفئات الاجتماعيه العليا او الاسكان الفاخر اللي حصل فيه، اللي بتمثل من 90 ل 120 الف وحده في السنه، اللي هي بتمثل 10% من عدد الوحدات في مصر. ولكن في حاجه بتحصل في الماركتس ودي حاجه عاديه جدا بيسموها كوركشنز او اعاده تصحيح، ان مثلا الدوله بتنتهج منهج مختلف في اسعار العقارات او الاراضي اللي بتديها في حتت معينه عايزه ان يحصل فيها زياده للمعمور. وده الهدف الرئيسي على فكره لوزاره الاسكان، هي زياده المعمور في مصر.